بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي دلوقتي النهارده الموضوع بتاعنا بيتكلم عن estimating error of measurements، كيفية تقدير الأخطاء. طبعا احنا عندنا طريقتين لتقدير الأخطاء أو تعبيرين لتقدير الأخطاء، two expressions. عندنا حاجة اسمها absolute error لو بديها رمز دلتا اكس، وفي expression تاني اسمه relative error ودي الاكسبريشن بتاعه R. هوضح الاول التو اكسبريشنز دول وبعدين نشوف هنستخدمهم ازاي. هاو كان وي يوز ذم ثرو الدايركت ميجرنج بروسيس والاندايركت ميجرنج بروسيس، ازاي بنستخدم ده في الدايركت وفي الاندايركت. طبعا الدايركت سهله جدا استخدامه، سهله جدا التو اكسبريشنز دول. وهاو تو اكسبريس ذا فاينل فاليو، يعني مثلا اقول لك الطول بتاع الباب ده طوله كام، هتقول لي والله طوله كذا بس في نسبه خطا بلس ماينس كذا مثلا يعني. فانا برضو هعلمك طريقه ان انت تعبر عن الفاليو بتاعت اي فيزيكال كوانتيتي، سواء كانت لينث ماس تايم فيلوسيتي اي حاجه. اي حاجه انت خدتها كفيزيكال كوانتيتي التعبير عنها بيكون بالقيمه اللي بيسموها الاكثر دقه وبلس ماينس نسبه الخطا اللي بتطلع بيها. تعالى الاول بس نتعرف على كل واحده من دول. ايه المقصود بكلمه الابسولوت ايرور؟ الابسولوت ايرور هي الديفرنس بين الاكتوال او الريل value للphysical quantity and the measured value. على سبيل المثال مصنع بيصنع أبواب، فالمصنع كاتب إن الباب ده اللينث بتاعه 190 سنتيمتر والويدث 90 سنتيمتر. مين اللي كتب؟ اللي صنع يعني هو عارف إن هو كذا. يبقى دي اسمها إيه عندنا؟ اسمها الريل أو الاكتوال فاليو. الريل او الاكتوال فاليو اللي هي القيمه الحقيقيه واللي هو اللي كاتبها المصنع اللي هو عملها. طيب انت بقى تعالى قيس الباب كشخص كطالب كمستهلك كواحد راح يقيس الباب بايده هو بقى، يعني خلاص هو المصنع كاتب كذا خلاص. انا تعالى قيس بقى، لو انا قست ممكن الاقي ان القياس بتاعي يطلع مثلا ازيد سنتي ينقص سنتي. ايه السبب؟ الاربعه اسباب اللي قلنا عليهم قبل كده، بسبب اخترت طول غلط، مش مناسبه، او في خطا في الطول نفسها، او في ايرور نتج عن البروسيسنج بتاعك كان المسطره بعيد او قريب مثلا، وهكذا ممكن يكون فيه. فالخطا ده هينتج عنه ايه؟ ان القياس بتاعك مش هيطلع زي الحقيقي، يا ازيد منه ها يا اقل منه، يا ازيد ايه ها، لانه لو قده يبقى مفيش خطا في القياس، صح كده؟ جميل. يبقى انت عندك كده كام رقم؟ 2، الاكتوال فاليو ده للباب ها اند ذا ميجرد فاليو. نفس القصه في الايه، في الاوزان. مامتك اشترت باكج اوف فلاور، عبوه ايه دي، مكتوب عليها 200 جرام مثلا، او 250 خليها ربع كيلو، يعني 250 جرام. حلو، مين اللي كتب؟ المصنع. يبقى دي اسمها ايه عندنا؟ الاكتوال او الريل فاليو. راحت ايه بقى مامتك عامله ايه؟ راحت حطها على الميزان اللي عندها في البيت. الميزان بقى ده دقيق مش دقيق، المهم ميزان اي ميزان وخلاص. طلع ان الويت 240 جرام وهو مكتوب 250. يبقى الرقم اللي طلع لمامتك ده اسمه ايه عندنا؟ اسمه الميجرد فاليو. الميجرد فاليو اللي هي القيمه التي تم قياسها باستخدام حضرتك انت، مش اللي كاتبها المصنع. يبقى في فرق في الرقمين ولا لا؟ كام الفرق ده؟ تقول لي 10، في 10 جرام فرق، صح؟ زياده ولا نقص؟ رد نقص. في ميزان تاني ممكن لو انت حطيت عليه الميزان يطلع لك ايه؟ 260. يقول لك المصنع ده كده ليه بيدي زياده؟ يا مش زياده، ده هو الميزان بتاعك اللي بايظ اساسا يعني. فممكن يديك الميزان التاني زياده 10 جرام مثلا يعني. فانا ساعتها اقول ايه؟ هقول ان الكيس الدقيق ده القيمه بتاعته 250 جرام، ده المصنع بلس ماينس 10. يعني ايه بقى بلس ماينس 10؟ يعني ممكن يحصل خطا في القياس، يا زياده 10 جرام ها يا ناقص 10 جرام. حلو كده؟ طيب ايه الابسولوت فاليو بقى؟ تعالى كده نشوف. ديفرنس يعني ايه في لغه الماثيماتكس؟ يعني سبتراكشن. ديفرنس بين مين ومين؟ بين الاكتوال فاليو، وهنديها رمز ايه بقى الاكتوال فاليو؟ بص يا معلم، الاكتوال فاليو
هنديها رمز اكس او او اكس نوت. يبقى اكس نوت دي تدل على ايه؟ على الريل او الاكتوال. اكتوال يعني ايه؟ فاليو، القيمة الحقيقية. والقيمة الحقيقية دي مين بيقدرها؟ الصانع، المصنع اللي طالع منه عربية مكتوب عليها ان وزنها او الكتلة بتاعتها 2000 كيلو. جيت تقيسها انت طلعت 2100. يبقى في فرق 100 ما بين اللي قاله المصنع وبين اللي قست مثلا. ما هو المصنع قال القيمة الحقيقية وانت قست دي القيمة المقاسة، واللي هو لما انت جيت قست اكيد في سبب للخطأ، في خطأ. ها الخطأ هنا كام؟ 100 كيلو زيادة، تخيل. اه وهكذا. فانت هنا احنا هنتفقوا ان القيمة الحقيقية هنسميها ايه؟ اكس نوت. يعني طول حقيقي، الطول الحقيقي، الوزن الحقيقي، السرعة الحقيقية، المومنتم الحقيقي، المهم الحاجة اللي المصنع قايل لك عليها. هو انت بتشتري ايه مثلا؟ بشتري حاجة ليها وزن، يبقى ده الوزن الحقيقي اللي مكتوب على الله. مثلا بشتري جاب، طوله ده الطول الحقيقي، المصنع كاتب كذا. طب ايه رأيك؟ اكس هتبقى اسمها ايه عندنا بقى؟ ده اسمها الميجرد فاليو. الميجرد ايه؟ ها فاليو. يعني ايه بقى الميجرد فاليو؟ اللي انت قستها بايدك باداه قياس معينه، واداه القياس دي ممكن تكون عندي غير عندك غير عند غيرك وهكذا. فممكن يكون واحد يختار اداه قياس مختلفه، فاكيد في نسب اخطاء في القياس، خلاص كده. اه او فيها خطا في يعني انا خدت مسطره وانت معايا نفس المسطره، بس المسطره بتاعتك زيرو بتاعها ممسوح مثلا زي ما قلنا قبل كده. المهم الميجرد فاليو دي هل هتبقى قد الريل فاليو؟ والله يا سار لو قدها يبقى مفيش خطا، لكن عاده بيكون يا ازيد رد يا اقل، يعني بلس اور ماينس، ده اللي بقول لك عليه. ماشي. طب انا عايز اجيب بقى الفرق ما بينهم. الفرق ما بينهم اسمه ابسولوت ايرور، ده بسميه كده، اسمه الابسولوت ايرور. يبقى الابسولوت ايرور ده عباره عن ايه؟ بص كده، الابسولوت اللي هو دلتا اكس اللي هو بيسموه ابسولوت ايرور، ده عباره عن الديفرنس ما بين ها الاوريجينال فاليو او الريل فاليو او الاكتوال فاليو اللي هي اللي المصنع قايلها، ماينس منها اللي انت قسته. طب هنا في كام احتمال؟ هتقولي في ثلاث احتمالات، يا يطلع الرقم بالبوزيتيف، يا يطلع الرقم بالنيجاتيف، يا يطلع الرقم زيرو، صح كده؟ طب انا مش عايز ساين خالص، مش عايز نيجاتيف خالص، خلاص هنحط العلامه دي. حد عارف العلامه دي معناها ايه؟ اه الابسولوت يعني ايه؟ انا ما يهمنيش بوزيتيف ولا نيجاتيف، انا يهمني الرقم اللي هو اللي فيه الخطا. يعني الخطا اللي طالع ده كام؟ يعني الفرق ما بين اللي انا قسته واللي المصنع قايله. 2 5 10 زي ما انت، بس مش لازم باي بلس وماينس، دي انا هكتبها بعد كده. بعد كده ما يهمنيش الساين. يبقى ده اول حاجه الايه؟ الابسولوت. هل الكلام ده بنستعمله في حياتنا؟ اه ازاي؟ مثلا رحنا مطعم، فبعد ما اكلنا واتبسطنا جه الحساب بقى، اعوذ بالله، جه الحساب. الحساب كام يعمل حاج؟ طلع الحساب 366 جنيه. احنا بنعمل ده الحساب الحقيقي، ده اللي هو مكتوب في الريسيت 366 جنيه، اللي هو اكس نوت ده 366 جنيه. بس انت راجل جنتل، صح؟ اه اعمل ايه بقى؟ اخليهم 370 شياكه برضه. اصل 66 دي معناه ان انت هتدفع 300 وبعدين 60 وبعدين 5 جنيه وبعدين تحط جنيه، ده انت نتد، صح؟ واطي، صح؟ اه طب اعمل ايه عشان شياكه كده؟ يا اخي خليهم 370، يبقى في 4 جنيه تبس. يلا سيدي، اه يبقى انت حطيت رقم ازيد، صح؟ اه يبقى في فرق، الفرق ده اللي احنا بنسميه ده التبس، الباقي عشانك. وفي عيال واطيه يحطوا الفلوس بالناقص، ها يعني هو مش هيقول 366، يحطوا 360 ويحطوها في الزر يطلعوا يجروا، عبال ما يفتح ويقعد يعد يلاقي فيه نقص 6 جنيه، فيبع عليك بقى يا واطيه اللي ما عندك، انت تكون خلاص وصلت بيتكم خلاص. ده في حياتنا بلاش، مامتك وخالتك ما يجي يتحاسبوا مع بعض، انا جبت لك امبارح دقيق، وانا جبت لك مش عارف اول امبارح فاكهه، وانا جبت لك مش عارف ايه، المهم يقعدوا يتحاسبوا مع بعض. فيكتبوا الحساب ازاي؟ تقول لها الدقيق ده كان ثمنه 23 جنيه ونص، ها قولي
قولي 24. قول قولي يعني ايه قولي بقى؟ بتقرب الموضوع عشان تعرف تحسب بسرعه. ها خد بالك مني، يعني الريل فاليو حاجه واللي قالته حاجه. وعلى فكره ممكن تقول ايه يا ستي؟ قولي 23 من غير نص. تتحلى دمك بقى ساعتها. فالمهم يعني حتى في حياتنا بنعمل كده، بنقرب شويه عشان ايه؟ الحسبه تبقى بسيطه. يعني بص بقى، ده الاكتوال فاليو وده الميجرد فاليو. خد بالك، لان ممكن فعلا العين وهي بتقيس تقرب شويه في كم ملي كده ما حسبتهمش مثلا يعني. طيب جميل، يبقى ده الاكتوال فاليو وده الايه؟ وده الريل فاليو. لو طرحتهم من بعض يديك حاجه اسمها، اول حاجه عندك في انواع التعبير عن الخطا اللي هو ايه؟ رد. الابسولوت فاليو. طب معلش يا سير، بعد اذن حضرتك انا عايز لما اجي اكتب رقم عايز اعرف اكتبه ازاي؟ يعني طول مستر اسلام الطول بتاعي الدقيق جدا 185 سنتي، عملته بالليزر يعني قست طولي بالليزر 185 سنتي. تعال بقى قيسه انت بمتر عادي. فواحد هيشوفه 186 سنتي، واحد تاني هيشوفه 184 سنتي. طب الخطا جاي منين؟ هو الاي سايد بتاعك بيربنديكولر على المسطره ولا فوق المسطره ولا تحت المسطره؟ فاكرين دي لما قلت لك قبل كده؟ ادي الرولر بتاعتك اهي مثلا، وادي يا سيدي اللي ايه السنتيز والكلام. افرض بتقيس حاجه في الـ في الـ في الليفل ده مثلا 10 سنتي، في واحد حاطط عينه بيربنديكولر على السكيل، في واحد تاني لا بيبص كده فهيشوف رقم بعد ال10، واحد بيبص كده فهيشوف رقم قبل ال10. يبقى ده خطا في البروسيجرز نفسها. انت بتبص انت عينك مش ايه، يور اي سايت از نوت بيربنديكولر تو ذا سكيل، وبالتالي بتعمل حاجه اسمها الباراليكس. باراليكس بتخلي ايه؟ بتقيس يا اما قيمه قبل او قيمه بعد، لان عينك مش مظبوطه معموديه على او بيربنديكولر على السكيل. لكن مستر اسلام معروف ان هو 185 سنتي، ممكن واحد شافه 186، واحد شافه ثاني 184، يعني ها قبل او بعد. فاكتبها ازاي؟ اكتب الرقم ازاي؟ هقول 185 بلس ماينس 1 سنتي، بلس ماينس يعني ممكن زياده او نقص سنتي. اهو ده اسمه ايه؟ الدلتا اكس. الدلتا اكس لو انا اديتك اكزامبل بسيط خالص، عندي قلم المصنع كاتب عليه 15 سنتيمتر، المصنع قايل هو طالع من المصنع 15 سنتي، دي اسمها ايه عندنا بقى في دول؟ ها اكس نوت. يعني دايما كده ايه، استحضر معايا الرموز. ها يبقى المصنع قايل على القلم 15 سم 15 سنتيمتر، ماشي، يبقى ده اكس نوت. ذا ستودنت ميجر ذس بنسل اند فاوند ذات ات از 16 سنتيمتر، يبقى ده ايه عندنا؟ اكس. ده اللي قاسه مين؟ الطالب. عايزك بقى تكتب لي اكسبريشن يدل على قياس القلم ده. بسيطه يا سير، اول حاجه هحسبها ايه؟ دلتا اكس. يلا 15 ماينس 16 جوه الابسولوت يطلع كام؟ 1 سنتي، صح؟ فانا لما اجي اكتب بقى القلم ده اقول ايه؟ اقول ان اللينث بتاع القلم ده بيساوي 15، ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو الاكس نوت، بلس ماينس 1 سنتيمتر. يعني عاده بكتب ايه بقى؟ بكتب الاكس نوت بلس ماينس دلتا اكس. لما اجي اعبر عن اي حاجه بعد كده فيما بعد، يعني ها السرعه، الفورس، البريشر، اي حاجه بتقيسها بكتب القيمة الحقيقية اللي قالها المصنع، اللي قالها المصنع نفسه على الحاجة دي، بلس ماينس فرق القياس، الفرق ما بين الابسولوت، الفرق ما بين الريل فاليو والميجرد فاليو، وبلس ماينس. أنت لو رحت النهاردة وطلبت من بابا عقد الشقة، طلب غريب، أنت عايز عقد الشقة ولا لا؟ بص عايز بص على حاجة، دور كده على البند بتاع الأريا بتاعت الشقة، هتلاقي في بند الأريا عادة يعني في بعض العقود يقول لك ان مساحه الشقه 200 متر تحت العجز او الزياده. يعني ايه؟ عشان ما يروحش يعمل قضيه على اللي اشترى منه يقول له لا ده انت مديني الشقه اقل من 200 متر او ازيد من 200 متر، لا حطها بند في العقد ان المساحه اللي احنا قايسينها دي تحت العجز او الزياده اللي هي بلس وايه؟ ماينس. كم ما كتبش؟ ان شاء الله يا رب تكون 10 متر زياده او نقص مثلا، يعني عشان ما حدش يقدر يمسك عليه غلطه. ما هي دي تحت العجز. كذلك بيشتروا اراضي زراعيه يقول لك الارض دي 20 فدان، وروح كاتب جنبها تحت العجز او الزياده. يا نهار، طب ليه؟ عشان انت لو قست بالظبط
وطلعت ازيد من الرقم ده او اقل من الرقم ده، ما بروحش المحكمه اشتكيك، ما انا كاتب لك تحت العجز الزياده يا ابن الذي عشان يامن نفسه. وصلتكم؟ يعني بلس ماينس دي بتدل على ان نسبه الخطا، سوري، كم الخطا اللي ممكن يطلع في القياس يا اما ازيد من الرقم ده بسنتي او اقل من الرقم ده بسنتي، وده دقه القياس بتاعته. حلو؟ جميل؟ لغايه هنا ماشي؟ ماشي. اللي دي بقى اللي دي خطيره قوي دي بقى، دي اسمها الريلاتيف ايرور. ريلاتيف ايرور، مش انت حسبت الخطا قد ايه؟ اللي هو دلتا اكس، مش ده الابسولوت فاليو؟ الابسولوت ايرور؟ اقسمه بقى على التوتال او الاوريجينال فاليو. ليه؟ عشان اعرف نسبته قد ايه. يعني الخطا ده نسبته قد ايه من التوتال؟ من الاكشوال. ولو طلعت النسبه صغيره قوي قوي ها خلاص، يبقى الخطا ده يعني صغير قوي، يعني نسبه الدقه عاليه جدا. طب لو كان الدلتا اكس ده اللي انت حسبته ده بالنسبه للاكشوال فاليو حاجه كبيره، لا ده انت نسبه خطا عاليه قوي، يبقى انت في دقه القياس بايظ، يعني مفيش دقه خالص. يعني عشان اقرب لك الموضوع، مثلا احمد معاه 1000 جنيه واياد معاه 100 جنيه، في مشكله؟ دي فلوس وفلوس اهو. وقع من كل واحد منهم، وقع يعني في الماث ماينس، وقع ماينس 10 جنيه. يلا مين وقع منه فلوس اكتر؟ مفيش، الاثنين 10 جنيه. ده 10 جنيه وده 10 جنيه، ده 10 جنيه وده 10 جنيه، الاثنين وقع منهم نفس المبلغ، يعني الاثنين هنماينس منهم رد نفس المبلغ، خلاص؟ هيقول لي بقى اللي وقع منهم ده اللي اسمه عندنا دلتا اكس. دلتا اكس يمثل قد ايه من التوتال اللي معاهم؟ حاجة كبيرة ولا صغيرة؟ تعالى نحسب بقى. هتقول بقى ايه؟ 10 اوفر 100 يعني اللي وقع منك 10 من ال 100 صح؟ والتاني 10 اوفر 1000. ويا سلام لو كان معاه مليون. يا سلام لو كان معاه مليار. استنى بقى. لو انت عملت ريشيو بين الجزء اللي خسرته للتوتال وطلع رقم صغير جدا، يبقى الخطا اللي عندك لا يذكر، حاجه كده لا تذكر يعني. زي بالظبط واحد بيقبض 10000 دولار في الشهر مثلا، يعني وقع منه 10 جنيه. هنا واحد لماح يقول لك يا سير دول دولار وده جنيه، ما انا اقصد هنطرح بقى 10000 دولار، نطرح منهم 10 جنيه؟ لا، لازم احولهم للدولار الاول. يعني ايه؟ يعني لما تعمل اديشن او سبتراكشن لازم يبقوا نفس اليونت، لازم نفس اليونت. خد بالك في الحسابات بتاعتك، لو انت عندك طولين واحد بالمتر وواحد بالسنتي وعايز نعملهم اديشن مثلا، ينفع؟ لا. ليه؟ لازم نفس اليونت. زي بالظبط ابوك اداك 5 جنيه واداك 50 قرش، يبقى المجموع كام؟ واحد ما حولش، حط الارقام زي ما هي، 5 جنيه زائد 50 قرش، حط الارقام زي ما هي، هيطلع ايه؟ هيطلع 55. ايه بقى؟ ما اعرفش. انت حمار، واحد حمار. حاجه من اتنين، يتحول الجنيه للقرش، يتحول القرش للجنيه، واجمعهم واطرحهم زي ما انت عايز، انما تشتغل بيونس مختلفه تبقى حمار. انا اسف، نعتذر للحمار طبعا. نعتذر للحمار. خد بالك مني. والله يعني انت جربها كده، واحد يقول لك 5 جنيه و50 قرش يبقوا 55، قول له انت عبيط يلا. ما ينفعش طبعا. يا اما 500 قرش زائد 50 قرش، يا اما 5 جنيه زائد نص جنيه. مش دي حسابات عاديه عندنا في حياتنا؟ تمام كده. يلا نرجع بقى هنا تاني. الريلاتيف ايرور، معلش. ايه؟ ستاندرد ماس بتاع فرنسا اللي هو الجاوسيوم، اللي هو الجرام. ماله؟ ليه دايمنشنز محدده، ده هو ليه دايمنشنز محدده، وخلي بالك ده هو الاتفاق العالمي. يعني انت بتروح تعمل كوبي منه حتى لو في نسبه الخطا، حتى لو في نسبه الخطا اللي الناس كلها اتفقت على ان ده كيلو جرام، خلاص اعمل زيه، خلاص اعمل كوبي منه خلاص، لان حتى لو في نسبه خطا انترناشونال كله موافق عليه، صح ولا لا؟ انت عملت كوبي منه يعني. اتفضل. مش على الناس كلها ولا عندك انت بس؟
لا عندك انت بس يبقى مشكلتك انت. لكن انا بتكلم على المستوى الدولي، انا عملت كوبي بالظبط زي اللي في فرنسا، خلاص حتى لو فرنسا غلط احنا كلنا هنتعاملوا بنفس الخطأ، خلاص خلص. انا راضي وانت راضي، احنا الاثنين عارفين ان ده كيلو جرام وده كيلو جرام، هو ناقص على الحقيقه 10 جرام مثلا يعني. طب ما احنا هنتعامل كده كلنا، يعني انا مش هخسر ولا انت هتكسب ولا انا هكسب وانت تكسب، مش الكلام ده. احنا الاثنين بنتعاملوا بنفس الويت، بنفس الكتله، بنفس الدايمنشنز، هي هي. يا سيدنا الفاضل، ما هي اسمها كوبي. كوبي من ايه؟ من نفس الابعاد ونفس الشكل ونفس الحاجه، هو هو. حتى لو هي متصنعه اساسا فيها خطا، طب ما هو هيعمل نفس الكوبي دي فيها نفس الخطا مثلا، بس شكرا، ما هي واحده. الا بقى لو انت اخترعت هنا في بلدك كيلو جرام غير اللي هناك، دي حاجه ثانيه بقى، دي ربنا معاك بقى. المهم يلا بينا نرجع بقى تاني هنا. هنا بقى الار دي اسمعني بتحسبها ازاي؟ بص كويس، بعمل ريشيو من ايه وايه؟ من الابسولوت اللي انت حاسبه على الاوريجينال، فهيطلع رقم مالوش يونت، خد بالك، عشان كده اسمها ريشيو. ها بص كده، بيسموها الريليتيف ايرور. ريليتيف هنا يعني ريشيو، ها، او برسنتج. بتقسم الابسولوت ايرور على الريل فاليو عشان تشوف نسبتها قد ايه، كبيره صغيره، ها 1% 2% 3% كده يعني. ودي بتتعرف امتى؟ بعد ما تحسبها. يعني اوعى تتخم في الدلتا اكس، ممكن دلتا اكس تكون كبيره، خد بالك، ها، لكن لما تقسمها على الاكس نوت اللي هي الاوريجينال تطلع رقم صغير جدا. زي ما تشوف دلوقتي في اكزامبل جميل قوي يوضح لك الكلام ده. طيب يلا عرفنا دلوقتي التو اكسبريشنز اللي هم مين ومين، اللي هو الدلتا اكس اللي هو الابسولوت فاليو، والجزء الثاني اللي هو ايه؟ الريليتيف فاليو.